تفصل بص يا استاذه الموظف، ماجده، هتضطهده احنا وفي تقرير الوقت اللي التقويم الموظف، كفاءه الموظف مش مظبوطه هيبقى عارف وهيجيبوه للموظف طب ده عشان بالذات عشان كلنا يخرج بره بنتكلم الخدمه. الكلام. الماده انا دي يا استاذ بتكلم، وائل لتسريح العماله ملهاش حل تاني، احنا بقالنا سنين طويله لا عمرنا احنا شفنا. مش معلش عايزين يا نضع سيدي الشك استاذ في كل وائل، شيء. هو يعني ده اللي بيحصل. انت شايفه، انهم لم يجدوا وسيله اه طبعا يا لتسريح وائل، الموظفين طبعا دي تسريح فقالوا الموظفين تعالوا خدوا مظبوط الموظفين؟ زي دي ده انا هتلاقي نص يا البلد تقريبا قاعده في البلد يا جماعه بس، بيعمل الكلام ده. يا جماعه بس عشان نص الموظفين الاصابع قاعده في نقرا استاذه زينب، ممكن هل يحصل فصل طب الموظفين انا الاصابع متاكده. داخل هسالكم خطوه ماشي استاذه، هل ده معمول لتسريح الموظفين ان انا اقلل اعدادهم اتخلص منهم فيبقى عندي سلاح جديد موجود وهو كشف المخدرات زي ما بتقول الاستاذه ماجده؟ الأستاذة ماجدة مع احترامي كتير جدا ليكي، لكن أنا شايفة حضرتك بتنتقي كلمات كبيرة جدا واتفصل. وهتعمل بلبلة. انتقي ايه اكتر لا من أنا اتفصل؟ آسفة، موظف بتقولي يشرب اتخرب بيته وقعد في البيت واتخرب لا بيته، هو نقي خرب ايه بيتنا يعني كلنا، غير اتخرب سوي بيته يعني يا يعني حد أستاذة ما احنا غير اللي مخروب موظف في بيتنا احنا. أمان وفجأة طيب ده قاعد في البيت، معلش هو انا مش في حاجة، في عاوزة كارثة حضرتك اكبر من دي؟ تنتقي الكلمات اللي بتقوليها في طبعا ظل احنا الظروف اللي احنا فيها حضرتك دي اول بتقولي نقطة. يعني قلتي يعني بعض بتقول بعض الاقوال، حضرتك قلتي بعض بعض انا بعض، مش هعرف اتكلم حضرتك مع قلتي حضرتك حاجات كتيرة عشان جدا ندي بس فيها الاستاذ إهانة زين. للموظف اصلا. انا اسفه جدا، انا اللي يقبل ان هو يدخل عمله وهو مدمن مخدرات، انا ما قلتش متعاطي كمان، مدمن مخدرات واخد فرصه قبل هي مش هتقدري حضرتك تفصلي هو مدمن ولا مش مدمن؟ مش انا هو ده اللي الاليه اللي احنا دكتور يا بنتكلم فندم فيها اهو. كان الدكتور بيتكلم، ما هو تعريف فندم انا وانت مش الماده دكتور، الدكتور الماده هو كان طب ما هو بيتكلم. الدكتور احمد لهجاوي دكتور، ما هو الماده 69 بتقول وماسك في قانون الكومسيون الطبي وعارف الدنيا يا هتمشي ازاي. فندم دي يا فندم حضرتك في لجنه طب الصحه أنا طيب. يا فندم انا خلونا يا جماعه في السؤال، هل ده قبل ما اطلع فاصل هل ده معمول للتخلص من بالتأكيد لا الموظفين تقليل الجهاز الإداري يا فندم في يعني الدولة ده أكيد هم بالتأكيد. فندم أنا هسمع هنا وهرجع لكم، أنا يعني هم عايزين 2 مليون من الآخر موظف موجودين. يا جماعة يا جماعة لو سمحت، أنت مع الدولة أهو يا جماعة لو سمحت، طبعا أنا مع حد الدولة بس يتكلم. أستاذة زينب بتتكلم بس. أنا ضد التلويح بالتشكيك في الدولة و ما بنشككش في الدولة، بنشكك في التحليل. أقول لحضرتك حاجة، أنا لسه مدية يا فندم الإعداد رقم تليفون دكتورة إيناس دي دكتورة التحاليل، بتقول لك العينات يا فندم ممكن تتبدل. حضرتك طيب. متأكدة إن بعد كل في اللي هيحصل في كل التحاليل اللي هتحصل على مستوى الدولة دي متأكدة يا فندم أجهزة إدارية للدولة يا فندم التحليل ده مش هيتبدل؟ خلينا اديها المجال. متأكدة التحليل مش هيتبدل؟ أنا اديني براهين حضرتك يا فندم دلوقتي، يا فندم اديني أنا ما بتخانقش مع لا حضرتك يا فندم على فكرة. براهين اتفضلي حضرتك إن التحليل أستاذة ماجدة، أستاذة ماجدة خليني بس اديها المجال. يا جماعة أنا عايزة منطقية، مش عايزة أتكلم في أحلام، إحنا سمعنا أحلام. أكيد كلنا نتفق على إنه ليس مقبولا إن يبقى في طبعًا موظف طبعًا يتعاطى المخدرات، ولكن انا عايز افصل بين الموظف عايز المدمن بالظبط وبين الموظف اللي بيتعالج. انت 10 على 10 ده المطلوب اللي حضرتك بتقوليه ده. طبعا اتفضلي يا استاذ. انا عايز اعرف الحلقه النهارده عشان بنناقش الموظف المدمن وموقفه، احنا مش جايين بنناقش الماده يا فندم، بنناقش الماده. طب ممكن تقري الماده؟ طيب الماده خليني هقرا لحضرتك وهقرا لك تعارضها مع الدستور حالا. 69 حالا يا فندم. طيب اما يجي بس خلينا نديها المجال بس. اتفضلي يا استاذ. الماده 69 قانون الخدمه المدنيه. خلاص احنا قلنا الماده. انا بس انت لا على فكره هل ده 69 يا فندم. طب لو يا استاذ يا جماعه الوقت بيضيع والله كده، هل ده لتسريح العمال والتخلص منهم والموظفين؟ لا انا اسفه جدا، العامل او الموظف اللي ماشي على اللائحه وعلى القوانين هي يا فندم الماده 66 استاذ وائل بعد اذنك. طيب لو تقدر الكاميرا تجيبها مش الماده 69 الماده 66. خلينا بس نديها يا استاذه ماجده، هي كل ما تتكلم بناخد منها الكلام. ماشي يا فندم خلينا نديها بس استاذه ماجده بس اتفضلي. احنا دلوقتي احنا ما بنحاكمش حد، احنا بالعكس احنا الموظف او اي واحد متفرد في عمله وراجل ملتزم كويس، احنا دورنا ان احنا نظهره ونحط الضوء عليه. لكن العناصر اللي ممكن تشز او تعمل بلبله في المجتمع انا اسفه جدا انا ارفضها تماما. وبعدين في عندنا لو حد بياخد ادويه وفي بلبله من فضلك لو سمحت يا لو فندم هتقطعي تاني اكتر من انا لو هتقطعي تاني اخلي نص الموظفين لما اخلي نص الموظفين يا فندم في بلبله اكتر من انا اخلي كل الموظفين متقاعدين بطلوا ادمر بيوت. هو في اكتر من ده يا فندم؟ لا مين اللي تاجر ما تزايديش علينا، احنا سيبينا نتكلم احنا مع الدوله. طب يا جماعه يا جماعه خلينا ما تزايديش علينا، احنا بندافع عن الموظفين، ما بندافعش عن الموظفين.
بندافع عن الموظف المحترم المريض اللي ممكن يا جماعه ممكن الاصوات بتاع استاذه دكتور احمد انا عايز خلينا في السؤال بس هم دخلوا السؤال احنا دخلوا في الاطار العام ان ده معمول للتخلص مستحيل للتخلص من مستحيل طبعا احنا كلنا مع مصلحه وتسريح العمال والموظفين احنا كلنا زي محمد بيه ما هو مسؤول وزي مجد هانم ما هي بتقول احنا كلنا حريصين على العامل المصري وعلى المواطن المصري بس انا عايز اقول حاجه انا تعالي شوفي معايا المصحه النفسيه وشوفي معايا وضعنا احنا ما فيش مكان في مصر اسمعيني حضرتك انا بحط قانون مبني على اسس علميه دقيقه انا بقول اصلاح انا عايزه دقه واحده في المستشفيات الحكوميه يا فندم يا استاذه اسمعيني في لجنه الصحه اذا كان حضرتك هتاخدي الحلقه بالطريقه دي يبقى احنا ما ينفعش انا مش عايزه حكه نرمي لا 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 اسمعيني لو سمحتي استاذه ماجده اسمعيني ما حدش بيقاطعك انا عايزه اسال سؤال بجد والله ما تسالينيش حضرتك اسمعيني للاخر هنسمعه وبعد كده ما تجيش انا مش سايق عشان خاطر اقعد اتناقش مع حضرتك بالشكل ده يا فندم اتفضل اتكلم اتفضل يا وائل بيه القانون مبني على اسس علميه دقيقه جدا الماده 177 اللي احنا بنتناقش فيها دي بتقول ان العامل هيخضع لكشف طبي الكشف الطبي ده كشف طب مخدرات بس ولا لا ده كشف ده لياقه اسمها اللياقه الصحيه لا اللياقه دخلها في الاول اول ما دخل المهنه تمام اللياقه الصحيه دي بين اللياقه وبين من اللي يخل باللياقه الصحيه المخدرات انهي نوع من انواع المخدرات اللي هو الادمان الادمان نفسه وانا عشان اقول ان ده مدمن يبقى لابد ينطبق عليه 1 2 3 لها شروط مش انا المريض اللي هو بيتعالج هحطه في الادمان ولا المريض اللي بياخد دواء كحه هحطه في الادمان ولا المريض اللي بياخد كحوليات هحطه في الادمان كل دي حاجات معموله وبعدين اللائحه حضرتك في المجالس الطبيه وفي الكوميسيون الطبي اللي هو هيقول يا فندم اسمعي الكلام بيقول ان السلطه المختصه طيب. يعني المجلس الطبي هيقدم للسلطه المختصه والسلطه المختصه اللي هي رئيسك الاعلى يا فندم يا فندم لا اللي هو المفروض لا حضرتك اسمعي بقى السلطه المختصه هو المحافظ الاقليمي بناء على التقرير اللي جاي له طيب خليني هطلع فاصل